مرحبا بكم في شي تيك، ونطلعكم هذه المرة على جهاز مذر من شركة سنسي. فهو عبارة عن جهاز منزلي ذكي سمي بالأم تيمنا لمهامها التي تقوم بها في المنزل من رعاية واهتمام بكل ما يجري فيه. فالجهاز يراقب ويتعقب كل ما ترغب فيه في منزلك، فيمكنه إيقاظك في الصباح ومراقبة معدل استهلاكك للقهوة، وإن كنت تحتاج لشراء المزيد منها يستطيع التعرف على الحرارة في المنزل وكذلك الغرف، وإطلاعك على مكان تواجد أبنائك وموعد وصولهم ومغادرتهم للمنزل، بالإضافة إلى إبلاغك بموعد تناول الأدوية. الجهاز يأتي مع حساسات ملحقة صغيرة تدعى موشن كوكيز لشكلها الشبيه بالكوكيز أو البسكويت، ومن خلالها يمكن تعليقها وتثبيتها بأي شيء لمراقبته وتحليله ومعرفة كل الحركات والنشاطات التي تحدث من حوله، بالإضافة إلى إمكانية إعادة برمجة هذه القطعة من جديد لاستخدامها في أغراض أخرى. قيمة الجهاز هي $299، فماذا يعني ذلك؟ رعاية الأم وحرصها الدائم على الأمور المنزلية وأفراد العائلة عمل جبار لا مثيل له، وباستخدام تقنية تتيمن باسم الأم فإنها ستخلق لك تقنية تساعدك على تنظيم أمورك الحياتية بشكل أكثر سلاسة. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتاوي العربية.